أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. اعتصم العشرات من أهالي الأسرى اليوم أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة للمطالبة بوقف معاناة أبنائهم خلف القضبان. الاعتصام الذي جاء ضمن الفعاليات الأسبوعية التضامنية مع الأسرى شكل فرصة لتسليط الضوء على واقع الأسرى وبخاصة أولئك المستمرون في إضرابهم عن الطعام. نرون في هذه الهبة الجماهيرية المتواصلة، وحتى أثناء زيارة الرئيس أوباما سيكون هناك هبة جماهيرية من أجل إيصال رسالة الأسرى حتى يكون الإفراج عنهم مقدما للمفاوضات وليس نتيجة لها، إذ لا يعقل أن يكون هناك مفاوضات وهناك أكثر من 5000 أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية. في موضوع آخر، عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي الأكاديمي الأول للأكاديميين الفلسطينيين في المهجر والشتات، والتي تضم ممثلين عن جامعة النجاح الوطنية ودائرة شؤون المغتربين، اجتماعا لها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية بمدينة رام الله. وبدوره قال مقرر اللجنة التحضيرية يحيى جبر أن هذا المؤتمر والذي سيعقد تحت شعار أنا أن نعود هو دعوة لعودة الأكاديميين الفلسطينيين لوطنهم والاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية والأكاديمية ووسيلة لتوحيد جهود الأكاديميين في المهجر والشتات. المحور الأول يتمثل في آفاق التعاون بين الأكاديميين الفلسطينيين في المهجر والشتات والمؤسسات العلمية في الوطن. آفاق التعاون، لا شك أنهم يعيشون في بلدان بعضها متطور متقدم أكثر من بلدنا، وبالتالي هم يمرون بتجارب علمية ولهم من الخبرة ما فيه كفاية، يسبقوننا في كثير من الأمور، وبالتالي نأمل من هؤلاء الإخوة القادمين أن يسعفونا أن يمدوا المؤسسات والمعاهد العلمية الفلسطينية بما وقفوا عليه من خبرات وتجارب في بلدان الشتات والمهجر حيث ينتشرون. فككت الشرطة قبل أيام لغز ظاهرة سرقات في رام الله وضواحي أثر إلقائها القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص تبين أنهم أبناء لمسؤولين في رام الله. مصدر أمني طلب عدم كشف هويته أكد لوطن الأنباء أن أفراد العصابة نجحوا في سرقة آلاف الشواكل من منازل المواطنين بالإضافة لمجوهرات ثمينة، وأن هؤلاء الأفراد أحدهم ابن لعقيد في جهاز أمني وآخر ابن لوكيل وزارة فلسطينية وثالث ابن لمسؤولة رفيعة في سلك القضاء الفلسطيني. حملت وزارة الداخلية والأمن الوطني بالحكومة المقالة في غزة السلطة الفلسطينية في رام الله المسؤولية عن وفاة 12 مواطنا بسبب منع إرسال دفاتر جوازات السفر إلى قطاع غزة. وقال وسام الرملاوي مدير عام الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية المقالة أن منع إصدار الجوازات من قبل السلطة في رام الله للعديد من المواطنين لا زال سارياً. أجمع مختصون في الشأن الاقتصادي على ضرورة وضع استراتيجية لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية لما لذلك من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها مركز التجارة الفلسطيني بالتريد في غرفة تجارة وصناعة جنين لمناقشة آليات وفوائد الانضمام إلى النظام التجاري المتعدد الأطراف ومدى انعكاس ذلك على القطاع الخاص المحلي. أي آثار رح تكون من الانضمام ضمن أي نظام متعدد الأطراف رح يكون على القطاع الخاص الفلسطيني، وبالتالي من المهم أن يكون القطاع الخاص واعي لهذه الآثار سواء كانت سلبية أو إيجابية، تحديد موقفه وبلورة رؤيته وموقفه بحيث أن يتم نقاشها مع صانعي القرار الفلسطيني قبل الدخول ضمن أي مفاوضات فيما يتعلق بالانضمام لأي اتفاقية عالمية. ونختم الموجز بهذا الخبر. أكدت وزارة الزراعة اليوم وصول الجراد إلى مناطق مختلفة في الضفة الغربية ولكن بأعداد محدودة لا تشكل خطرا على المحاصيل الزراعية. وقال مدير عام وقاية النبات والحجر الصحي أمجد صلاح أن وصول الجراد بهذه الطريقة وبهذه الأعداد المحدودة غير مقلقة وتحمله الرياح الشرقية بسبب تشتت الأسراب بفعل مقاومتها في المناطق القريبة وخاصة في مناطق النقب وجميعها من الحجم الصغير. إلى هنا نصل إلى نهاية الموجز. لمعرفة المزيد من التفاصيل بإمكانكم زيارة موقع وطن الإلكتروني وطن.tv. أما الآن فدمتم برعاية الله وإلى اللقاء.